فوحق جبار على العرش استوى من غير تمثيل كقول الجاني، ووحق من ختم الرسالة والهدى بمحمد فزها به الحرمان. لو قطعن بمعولي أعراضكم ما دام يصحب مهجتي جثمان. وفتحتم أفواهكم وبطونكم فبلعتم الدنيا بغير تواني، كذبتم أقوالكم بفعالكم وحملتم الدنيا على الأديان. كثير وللأسف أنا الآن كان معي إخوة اتصل بواحد يسأل هل الذي ارتكب الكفر يعذر بالجعل أم لا يعذر؟ قلت بماذا يعذر؟ قال بالجعل. بالجعل يعني انظروا إلى السفالة التي وصلنا إليها، انظروا إلى قلة الحياة. يكفر العلماء وهو يقول الجعل الجعل. قلت لعلك تعني الجهل، قال هو الجهل الجهل هو هذاك الجهل. يعني كارثة 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 يعني كارثة 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 يعني كارثة كارثة كارثة. واليوم اتصل بواحد من تونس وأخبرني أنه بعد الثورة التزم، بعد الثورة ويعتذر لأنه كفر فلانا وفلانا وفلانا من العلماء. ما تعلموا إلا قلة حياء، ما تعلموا إلا قلة حياء، معظمهم ما تعلم إلا قلة حياء. للأسف لا يحترمون العلماء، وضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام. يقول فلان كذا وفلان كذا، والمشكل أنه بمجرد ما يختلف معه ويكفره. للأسف للأسف. فنسأل الله السلامة والعافية. تأدبوا تعلموا. هل تظنون أن هؤلاء يتعلمون الدين؟ لا والله، لكن للأسف. ماذا نقول؟ والساحة فرغت وفرغت والناس يكفرون ويضللون ويفسقون. وللأسف وانتشر هذا البلاء حتى بين صفوف المجاهدين، حتى بين صفوف المجاهدين، وما تركوا أحدا وصاروا يسحبون الكفر على عباد الله جميعا. أن هؤلاء الشباب هداهم الله وأصلحهم الله، صاروا يثقون من هؤلاء أصحاب الأفكار، يقبلون منهم ويسمعون منهم تنقص العلماء فتأثروا بهم. الواجب على الشباب أن لا يلتفتوا إلى هؤلاء، ولا يسمحون لهم بالدخول في صفوفهم، ولا يجلسوا إليهم، ولا يستمعوا لهم. عليهم أن يقبلوا على طلب العلم النافع، على طلب العلم سواء كان في المدارس أو المعاهد أو الكليات، أو طلب العلم في المساجد على أيدي العلماء. لا نجاة لهم من الفتن إلا بهذا الأمر، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بواسطة أهل العلم البصيرين بالعلم. نعم. معظمهم ما تعلم إلا قلة حياء. للأسف لا يحترمون العلماء. ما بال الحدوشي يتحسر هكذا وهو الذي رب الشباب على التكفير والخروج على ولاة أمور المسلمين، وما باله يتأفف هكذا وهو الذي أثنى على رؤوس الخوارج العصرية كسيد قطب وابن لادن والظواهري، وزين منهجهم ودعا إلى طريقتهم، وما باله يتأسف هكذا وهو الذي أثنى على ياسين الصوفي رأس الضلالة والدعوة إلى الشرك في المغرب، وما باله يتألم هكذا وهو والذي أثنى على الإرهابيين الخوارج الذين حذر منهم العلماء ويسميهم مجاهدين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.